نبذة في وصية طالب العلم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته، في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. والنصح فابذله للطلاب محتسبا، في السر والجهر والأستاذ فاحترم. ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه محفظ وصايا المصطفى بهم. والنية اجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه، أخسر بصفقته في موقف الندم. ومن به يبتغي الدنيا فليس له يوم القيامة من حظ ولا قسم. كفى بمن كان في شورى وهود وفي الإسراء موعظة للحاذق الفهم. إياك واحذر مماراة السفيه به، كذا مباهاة أهل العلم لا ترمي. فإن أبغض كل الخلق أجمعهم إلى الإله ألد الناس في الخصم. والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. قدم وجوبا علوم الدين، إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم. وكل كسر الفتى فالدين جابره، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دع عنك ما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر، إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أنف المعاد له، من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال، وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه، وفي الرسل ذكرى فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم، ولا تعدل، وقل ربي الرحمن واستقمي.